دعاء نلجأ إليه في المواقف الصعبة، المشاكل التي يصعب حلها، أو أنك أنت تتخيل أنها مواقف عظيمة أو مشاكل عظيمة لا يمكن حلها. قال عليه الصلاة والسلام، احفظ معي هذا الحديث أخي الحبيب، ألذوا بي يا ذا الجلال والإكرام. ألذوا أي إلزموا واجتهدوا بهذا الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا الفعل ألذوا ليقول لك عندما يستعصي علي، وكأنه يقول لك إذا استعصى عليك أمر، أردت أن تدخل على شخص من ذوي السلطة مثلا وأنت تخشى وأنت تخاف، أو أنك تحمل هما كبيرا، كيف ستقضي حاجتك؟ الحقيقة ما معنى يا ذا الجلال والإكرام؟ الله عز وجل هو ذو الجلال والإكرام. جلال الله يتجلى علينا من خلال رحمته بنا ومن خلال قدرته على عباده. فهذا الشخص الذي تراه كبيرا في عينك ولك حاجة عنده طبعا، صدقني سيصبح أمامك عبارة عن إنسان عادي جدا، لأن الملك ذا الجلال والإكرام معك، المتصرف بكل ذرة في هذا الكون هو معك، لأنك تقول يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، تكررها على الأقل 7 مرات على الأقل. ألذوا فيها معنى الإكثار واللجوء والالتجاء إلى الله، وأن تلزم هذا الدعاء تكرره باستمرار يا ذا الجلال والإكرام. الحقيقة أخي الحبيب، هناك الكثير ممن جرب هذا الدعاء وقضيت أمامه حاجات لا يتخيلها عقله، وأنا واحد طبعا منهم، ولا داعي لذكر الكثير من القصص لأننا نثق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فما دام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا الدعاء، فهذا يعني أن هذا الدعاء فيه خير، فيه بركة، فيه قضاء للحاجة، فيه حل للمشاكل الصعبة، فيه علاج للمواقف الصعبة التي تكاد تكون مستحيلة. يعني مثلا إنسان ضاق به الحال في مشكلة زوجية مثلا واستعصت على الحل، صدقوني إذا لجأ لهذا الدعاء وعمل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام يا ذا الجلال والإكرام، ستصغر هذه المشكلة أمامه وسيفتح الله له أبواب الحل. لأن المشاكل الكبيرة أخي الحبيب في جوهرها قد تكون ضئيلة وصغيرة وتافهة ولا قيمة لها، ولكنك تجهل المفتاح. يعني أنت إذا أردت أن تدخل إلى بيت، إلى كم هو حجم البيت؟ كبير. كم حجم المفتاح؟ صغير. قارن حجم المفتاح بحجم البيت، تصور أنك تريد أن تدخل هذا البيت وليس معك مفتاح، لا تستطيع، فترى عملية الدخول شبه مستحيلة. بمجرد أن تمتلك هذا المفتاح الصغير ستدخل بسهولة ويسر. وبالتالي هناك مفاتيح لحل المشاكل النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياها. ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. هنا أخي الحبيب، الله هو ذو الإكرام وهو أكرم الأكرمين، فلا يبخل على عبد يدعوه، حاشا له ألا يستجيب دعاء من يدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا قانون إلهي أخي الحبيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قانون إلهي. الله عز وجل يستجيب دعاءك بنسبة 100%، وحاشا لله أن يخالف كلامه، هو القائل ادعوني أستجب لكم، معادلة رياضية. طيب، كثير من الناس تتأخر الاستجابة أو قد لا يجد استجابة أصلا. سأقول لك مثال بسيط ولله المثل الأعلى. عندما تحتاج لعمل جراحي مثلا، هل مباشرة الطبيب يقوم بهذا العمل أم هناك إجراءات، تحاليل طبية، هناك اختبارات، هناك إعداد، هناك فريق من الأطباء،
هناك مشفى، هناك تكاليف، هناك سلسلة طويلة من الإجراءات، وقد تتأخر هذه العملية أحياناً أشهر. قلبك لا يتحمل المخدر مثلاً، هناك الكثير من الموانع. لو أجريت العملية الجراحية من دون هذه الحسابات ربما تودي بحياتك. كذلك استجابة الدعاء، لست أنت من يحدد تاريخ أو توقيت أو زمن الاستجابة، لأنك لا تعلم الغيب، لأن الإنسان ينظر إلى أمر على أنه خير، لو تحقق الآن لكان شرا له، ولكن هذا الأمر لو تحقق بعد سنة لكان خيرا له. طيب من الذي يعلم الغيب؟ الله عز وجل. أنت عندما تدخل في مشفى أو عملية جراحية، انظر إلى حال من يدخلون، تجده مستسلما للطبيب، مستلقيا مستسلما، والطبيب يمكن أن يخطئ، هناك أخطاء طبية، العملية قد تفشل، على الرغم من ذلك يستسلم. لماذا؟ لأنه علم أن هذا الطبيب يريد له الخير ويريد له الشفاء، وهو بشر ضعيف. كيف برب العالمين سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم الغيب وبيده كل شيء؟ فالقضية أخي الحبيب تحتاج إلى توكل على الله عز وجل، أن تدعو ثم تتوكل على الله. فإذا تحققت إجابة الدعاء فورا فهذا هو الخير، وإن تأخرت هذا هو الخير. وأحيانا الله عز وجل إذا أحب عبدا وأراد به خيرا كثيرا يؤخر له الاستجابة إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأن يوم القيامة أخي الحبيب الإنسان يكون بحاجة لأي شيء، لحسنة واحدة. يوم القيامة يتخلى عنك كل الناس، تصبح وحيدا. يوم القيامة هناك أهوال في الدنيا، أقصى شيء يمكن أن تتخيله هو الموت، والموت بعده لقاء الله عز وجل، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تموت نفس إلا بإذن الله كما قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. لذلك أخي الكريم هذا الدعاء مهم جدا، يا ذا الجلال والإكرام، وطبعا أدعو بحاجتك، يا ذا الجلال والإكرام اشفني، يا ذا الجلال والإكرام يسر لي هذا العمل، يا ذا الجلال والإكرام اقضي لي هذا الأمر، هذه الحاجة. أدعو بما تشاء لأنه رب كريم وهو قريب منك ويسمعك، والله يحب أن يسمع دعاء عبده، يحب أن يسمع لهفة عبده إليه. فإذا ما تأخرت الإجابة اعلم أن الله يريد بك خيرا، وبالتالي رب البشر عز وجل هو الذي يعلم كل شيء ويعلم أين مصلحتك، يعلم مصلحتك ومتى تتحقق، ويعلم ما هو الخير الذي يصلحك، وبالتالي هو الذي يحدد متى يستجيب وكيف يستجيب وفي أي وقت وفي أي مكان وفي أي مناسبة وكيف. إذا استخدمت هذا الدعاء وغيره من الأدعية طبعا سوف تزداد ثقتك بالله، كلما تحققت الاستجابة تزداد ثقتك بالله حتى تصل إلى درجة التوكل على الله كما يتوكل أو تتوكل الطيور على الله. الطيور تخرج لا تدري أين رزقها، ولا يوجد طائر أصلا يتخذ أسبابا سوى السعي، ليس لديهم أسباب، هو يخرج وهذا الطائر ينطلق يمينا، هذا ينطلق يسارا، هذا ينطلق في مكان صحراء، هذا في جبل، هذا في بحر، هذا في نهر، هذا في غابة، وكلهم الله عز وجل يضمن لهم الرزق، ويعودون بطونهم قد امتلأت بسبب التوكل على الله. لذلك التوكل على الله ضروري جدا أخي الحبيب لاستجابة الدعاء، لأن الله تبارك وتعالى هو القائل إن الله يحب المتوكلين. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.